وللمزيد ميدانيا ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل شبكة شام في دمشق وريفها مازن الشامي. سيد مازن، أهلا بك معنا، ما هو الجديد الميداني لديك؟ نعم، السلام عليكم. تجدد القصف على الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق، وخاصة يعني على أحياء العسالي والحجر الأسود، واشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وكتائب الأسد في حي التضامن ومخيم اليرموك، مما أدى لسقوط شهيد في حي العسالي. في مدينة دارية جرت اشتباكات بين الجيش الحر وكتائب الأسد في الجهة الجنوبية من المدينة، وسط استمرار القصف العنيف من المدفعية الثقيلة، ومنذ قليل تم تدمير دبابة وإعطاب الثانية، طبعا هذا حصل في دارية. في المعضلة الجيش الحر يصد هجوم كتائب الأسد للمنطقة، ويقوم بتدمير أيضا مدرعات بي ام بي ويقتل من فيها. ومنذ قليل في وسط العاصمة كان هناك انتشار أمني كثيف جدا، وخاصة في حي المزة وساحة الأمويين وعند كلية الهندسة المدنية. وفي حي المزة سمعنا منذ تقريبا نصف ساعة يعني أصوات رشقات من الرصاص، وهناك يعني حالة رعب بين الأهالي الآن. ولا زال القصف العنيف متواصل على عدة مناطق بالغوطة الشرقية، وخاصة مسرابة والبلالية ودير العصافير وسقبة وحمورية وعربين. عربين تشهد الآن اشتباكات عنيفة، ودوما والمليحة. والمليحة يعني كان عنفها القصف على المليحة، يعني اليوم السادس هي تقصف، وخاصة بعد حصول المزرعة التي حصلت منذ تقريبا 6 أيام. ومنذ قليل في التل دخلت سيارتين زي المحملتين بالأمن والشبيحة وحملة اعتقالات تشنها كتائب الأسد هناك. ويستمر القصف الهمجي على مدينة الزبداني من المدافع المنصوبة في الحوش ومن دبابات حرش بلودان، ويستهدف هذا القصف بشكل رئيسي الساحات الرئيسية. هنادي، شكرا لك مازن الشامي الناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفها. نشرت سوريا